نظمت كلية الأعمال في جامعة الإسراء بازار لجمعية الأيتام تحت عنوان مخيم غزة، وبمشاركة فاعلة من الجامعة مع المؤسسات المجتمع المحلي وبحضور شخصيات عامة. رئيس جامعة الإسراء الدكتور بسام ملكاوي أكد على الدور الذي تقوم به هذه المبادرة في تعزيز أواصر التعاون بين الطلبة والأيتام وتقديم الخدمة اللازمة لهم من خلال هذه الحملات. يأتي البزار الخيري في الواقع بمبادرة من قسم التسويق في كلية الأعمال في جامعة الإسراء، ولقد دأب جامعة الإسراء في كل السنوات على عمل مثل هذه البازارات الخيرية، يعني خدمة للمجتمع. وفي شهر رمضان في من كل سنة تقوم جامعة الإسراء بعمل إفطار جماعي للأيتام وتوزيع الهدايا، ويأتي هذا البزار الخيري في الواقع تكملة للنشاطات التي تقوم بها جامعة الإسراء من أجل خدمة المجتمع ومشاركة المجتمع في هذه الفعاليات. وتمت دعوة بعض النواب ورؤساء البلديات للمشاركة في هذا الحفل، زائد زملاء من الكليات المختلفة والطلبة من كل الجامعة. رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة تحدث عن الدور الإيجابي التي تقوم به بلدية سحاب في تشجيع مثل هذه المبادرات الخيرية خاصة الأيتام منها. اليوم احنا بجامعة الإسراء، يعني احنا بنمثل بلدية سحاب في هذا الموقع وهذا البزار الخير اللي شارك فيه طلاب الجامعة، وقسم منهم قسم نهتم فيه وبنقدره من شباب سحاب، هم طلاب الجامعة. فبالتالي هذا الجهد الجديد او النهج الجديد انه نتفاعل مع شبابنا سواء في المنطقة في سحاب او في الجامعات الرسمية او في الجامعات الخاصة والنشاطات اللي قاعدين بيقوموا فيها، اليوم بيقوموا بعمل انساني رائع جدا، وهو بزار خيري وتكريم للمجموعة من الايتام. اكيد احنا بنشجع هذا التوجه والتشاركية هاي اللي قاعدين بنعيشها بين الجامعات والبلديات والقطاع العام والقطاع الخاص. هذا اشي محبذ، اشي مفروض يعني كل البلديات او كل المواقع نركز عليه، وهذا النهج التشاركي دائما كان يعني خيار سيدنا في جميع المجالات وفي جميع اللقاءات اللي قاعدة بتصير بالوطن. وشمل اللقاء الذي يهدف إلى توجيه الشباب لأعمال الخير وتعزيز قدراتهم في المشاركة في الأعمال الاجتماعية وتوعيتهم على الأضرار الناجمة عن آفة المخدرات عدة فقرات، منها جمع التبرعات لصالح الجمعية، وذلك تجسيدا لمعاني التعاون عند الطلبة بالجوانب اللامنهجية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.